تفضل يا فهد. هذه قصيدة غزلية وفيها نوع من النصيحة. إلى الحين ما كلمت. إيه أهم شيء النصيحة. ما حدنا بصوبي وأنا ماني بصوب الغرام. يا سلام. ماني متحجر إلا صار قلبي حجر. مليت من كل شيء إلا ردود السلام وقلت أقوى الهجر بالله أقوى الهجر. عاينت في الحب لا ما هو بقد المقام. وأنا على قولة آل الحيح قدني ضجر. أهل الغرام الحقيقيين راحوا عدام أطيبهم اللي يدق الماء بوسط النجر. حنا بوقت انكثر فيه الردى ولا ثام. يا قل قل الصدوق اللي يدور لجر. من لا احترم حرمة الله ما عرف الاحترام ومن لا زجر شهوته ما فاد فيه الزجر. واللي بالعافية هو الستر عنده نظام يراقب الله لو ما حوله هلا غجر. يا ناشديني عن الحب ارجعوا للغلام. لا صار سمعه ثقيل وصار شوفه شجر. الحب عدة طرق وأهمها الاهتمام اللي ذاقها القلب الحيوي دجر. يا هاجسي عقب الدره عداك اصبح على خير قومني صلاة الفجر. يا سلام يا سلام صح لسانك يا سلام. طيب عطنا اللي بعدها. وبعدين عرفت الجزئية حقت فهد يقول يا هاجسي اصبح على خير قومني يعني ترى ماني بسهران عشان الحب. يا صح سلام صح. هذه النصيحة أنا أنا اللي أبحث عنها هذه جابة. تفضل يا أنا الليلة يا غايب فوق صدري حزن ما أدري شوق. يا سلام يا سلام. من البارح وأنا أحس بملل والقلب في حيرة. لله درة. بغيت النوم قال النوم لا والله علي مرفوق. ما ترقد لين يات الصبح وتغرد عصافير. يا غايب وش يسببها الغياب بلا عذر مسبوق. شعلت القلب ما فكرت فيه وزدت تفكير. سلامتكم سلامت من يسمع صاحب الدين. ما يمدينا الواحد ها قلتوا خلاص سلام. اي من يوم تبدا احنا وش نسوي؟ انت الحين يا امي لما يا فهد اعدلوا. لا لا ما شاء الله هذه مير ما قصروا شوي جزاه الله خير. لازم نشوف عطانا بيض الله وجهه لكن صراحه ان كان فيه تلحقها بختاميه فلا بس ختاميه. يا سلام في هجاء هجاء لا لا ما لا لا, لا, لا خلها في النوم شيله شيله لا بيقول لك شيله يا رجال شيله والله وش الشيله وش الشيله. ابعطيكم قصيده. يا سلام قصيده بصوت. لا بعطيك اياها هل يقول يا اللي تبي اخوتي تقدر تخاويني. يا سلام. تقدر تخاويني ان كانك من اشكالي وان كان قصدك صداقه بينك وبيني بعلمك قبل تاخذ رقم جوالي. انا ما يصبر علي الا اللي يغليني. اللي ما يغليني بيزهق من اهمالي. مع اني انسان متواضع وروتيني واجامل المحترم واقدر الغالي. لكني امل من ذا اللي يباريني وليا بدالي لزوم الراغ من بالي. انساه ليته مثل ما انساه ناسيني ولا عرفته ولا جيته ولا جالي. ان كنت مثله فانا بي منك تعفيني وتروح في فالك وبروح في فالي. وان كنت شروخ وياي فلا توصيني ابشر بعزك ولا تحسبني الحالي. عن المطاليق في قلبي وفي عيني اوائل كلهم ما فيهم التالي. تعريف شخصي بسيط يعرفك فيني ويعرف اللي جهل فيني عن احوالي. الحمد لله مغنيني وهاديني واصحابي الطيبين اطيب من افعالي. يا سلام يا سلام صح بدك ابشر بي ها ابو تخيل. لا وش السر يا ولدي وش فيك وش فيك ايش قوم انت الحين واحد ولا اثنين وانا شعل له وانا المطامر وانا ابشر بي والله ابشر بي الله يمسيه بالخير ابو عبد الله مبارك بختام ابشر بي والله